فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر صاحب كتاب صور من حياة الصحابة أن أبا سفيان رضي الله عنه هو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فإن كان هذا صحيحا فكيف تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وهو أخوه من الرضاعة؟ هذا دليل على أنه ليس أخوه من الرضاعة، كان الرسول تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، دليل على أن قول أنه أخوه من الرضاعة غير صحيح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المسافر هنا يقصد أبو سفيان بن الحارث بن عم الرسول، ما يقصد أبو سفيان بن حرب الذي سأل متوهم، يقصد أبا سفيان بن الحارث هو أخ للرسول من الرضاعة. نعم.